السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف أنفاس. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ حسام هاب، نائب رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية. أهلا وسهلا أستاذ. شكرا جزيلا سي يوسف خطيب على الدعوة، ومن خلالك كنبغي نهني كل الطاقم الإعلامي بالجريدة الإلكترونية أنفاس بريس بالسنة الجديدة، وكنتمنى تكون سنة ديال استمرارية الرسالة الإعلامية للموقع. شكرا سي حسام. سي حسام، مؤخرا أصدرتم تقرير بعنوان موقع الشباب في السياسة الثقافية بالمغرب رصد وتقييم. ممكن تحطنا في السياق العام ديال التقرير، شنو كيناقش الأمور؟ شكرا سي يوسف على السؤال. أولا بالنسبة للتقرير اللي صدر المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية حول موقع الشباب في السياسة الثقافية بالمغرب رصد وتقييم، هو كيجي في واحد جوج سياقات أساسية كتعلق بطبيعة عمل المركز. أولا السياق الأول هو أنه كما كتعرف بأن المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية هو منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية، تأسس سنة 2014، واللي الهدف الأساسي ديالو هو نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة داخل المجتمع المغربي، وأيضا هو من الأهداف الأساسية ديالو هو دعم المشاركة المجتمعية للشباب والترافع حول قضايا الشباب، وبالخصوص يعني وضع ويعني صياغات سياسات عمومية موجهة للشباب في كل القضايا المتعلقة والمجالات المتعلقة بقضايا الشباب. لذلك أولا هذا هو يعني الإطار العام اللي كيشتغل فيه المركز. طبعا كما قلت بأنه كاين سياقين أساسيين اللي يعني تحكموا في إصدار التقرير. السياق الأول هو أنه منذ سنة 2019 يعني المغرب المركز حاول على انه ينفذ واحد استراتيجيه جديده ديال العمل ديالو مرتبطه ب اولا رصد وتقييم والترافع حول سياسات عموميه موجهه للشباب. منذ 2019 بدينا اولا بالعمل حول ما يتعلق بقضايا التربيه والتكوين، شغلنا لمده 3 سنوات يعني مع نفس الشريك اللي هو مؤسسه فريدريش ايبرت المانيا مكتب المغرب. شغلنا لمدة 3 سنوات حول تيمة ديال التعليم على مستوى جهات دار البيضاء 16، وأصدرنا في سنة 2021 مذكرة ترافعية هي حول السياسات العمومية موجهة للشباب في مجال التربية والتكوين جهات دار البيضاء 16. حاولنا نستمر في نفس هذه الاستراتيجية العمل، وقررنا بأنه تكون استراتيجية عمل اللي هي موضوعاتية. شغلنا في البداية حول التعليم، الآن شغلنا حول الثقافة. لذلك منذ سنة 2022 ولمدة 2 سنوات شغل المركز حول مشروع اللي هو الاسم ديالو الأكاديمية الشبابية للسياسات الثقافية بالمغرب. طبعا هذا المشروع هو كيف كيجي السياق الخاص ديال إصدار الدليل. أولا المشروع كانت فيه 3 المراحل الأساسية. المرحلة الأولى هو تم تنظيم واحد الجامعة شبابية أولى كانت تحت شعار من أجل ثقافة دامجة للشباب، استضفنا فيها واحد مجموعة ديال مثقفين ومفكرين وأساتذة باحثين وجامعيين وأيضا فاعلين في الحق الحقوقي، وحاولنا أننا نديروا أولا واحد تقييم واحد رصد عام للمشهد الثقافي في المغرب، لأن بدينا من العام إلى الخاص يعني درنا واحد رصد عام حول المشهد الثقافي في المغرب حتى باش تكون عندنا بعدا واحد الصورة اللي هي بانورامية يعني واضحة حول يعني تحولات المشهد الثقافي في المغرب. وفي هذه المرحلة أيضا صدرنا أول إصدار في إطار هذا المشروع اللي هو دليل السياسة الثقافية في المغرب، واللي كيتعتبر هو أول دليل من نوعه في المغرب، هو أول دليل منهجي ومفاهيمي في المغرب. في أولا واحد مجموعة المفاهيم المؤطرة عن السياسة الثقافية، الثقافة، الحق الثقافي، الحقوق الثقافية وغيرها من المفاهيم اللي ممكن على أنها كتحيط يعني لا بالنسبة للباحث ولا الفاعل المدني حول مفهوم السياسة الثقافية. وايضا الدليل فيه واحد مجموعه ديال الخطوات وميكانيزمات ديال تحليل ورصد سياسه ثقافيه. بالنسبه للمراحل الثانيه باش نجي قبل ما ندخلوا لهذه المراحل ونتفصلوا بزاف في التقرير، هو واش بصح عندنا سياسه ثقافيه موجهه للشباب؟ هو شوف السي يوسف، هو قبل ما نطرحوا السؤال واش عندنا سياسه ثقافيه موجهه للشباب، هو السؤال واش عندنا سياسه ثقافيه عموميه في المغرب عموما وموجهه للشباب. يعني اولا باش ننطلقوا بعدا من السؤال العام، اولا من اللي كيتلاحظ من خلال الدراسه اللي دار المركز ومن خلال الخلاصات ومخرجات ديال التقرير، هو اولا في المغرب ما عندناش سياسه ثقافيه. نعم. اللي عندنا عناوين كبرى تعبير عن النوايا في البرنامج الحكومي. صحيح لأنه مفهوم السياسة الثقافية كاين في البرنامج الحكومي، مثلا حنا درنا في التقرير رصد
البرنامج الحكومي ديال ثلاثه الولايات الحكوميه منذ دستور 2011، يعني حكومه عبد الله بن كيران، حكومه سعد الدين العثماني والحكومه الحاليه. كاين المفهوم ديال السياسه الثقافيه، ولكن سياسه ثقافيه اللي هي محدده بتدابير معينه وناجعه وعندها واحد البرنامج الزمني استراتيجية واضحه ما عندناش، اهداف محدده. لذلك ملي ما عندنا سياسه ثقافيه عموميه طبيعي ما غتكونش عندنا سياسه ثقافيه وموجهه للشباب. علاش؟ لانه ملي كنتكلموا على سياسه ثقافيه عموميه موجهه للشباب في المجال الثقافي، لان خاصها تكون في اطار سياسات عموميه موجهه للشباب، في حين على انه في اليوم في المغرب ما عندناش سياسات عموميه موجهه للشباب، عندنا سياسات قطاعيه. عندنا كل قطاع حكومي كيدير بعض الاجراءات اللي هي كتعلق بالشباب، مثلا قطاع الثقافه كيدير بعض الاجراءات، قطاع الشباب، قطاع التربيه والتكوين، قطاع يعني اغلب بعض القطاعات، السياحه كذا الى غير ذلك، كدير سياسات قطاعيه، ولكن سياسه مندمجه اللي كتجمع كل هذه القطاعات الحكوميه وما كتكونش مركزيه، في حين على انها كتمشي نحو توزيع مجالي وترابي ما عندناش في المغرب. لذلك ما عندناش سياسه ثقافيه موجهه للشباب. ثاني حاجه هو انه ملي كنطرحوا سياسه ثقافيه موجهه للشباب خصنا بعدا نرجعوا لجوج وثائق اساسيه باش نديروا، باش يكون التقييم ديالنا موضوعي. الوثائق الاولى هي برنامج الحكومي، والوثائق الثانيه هو البرنامج القطاعي. في خلال هذا التقرير، من العمل اللي درنا في التقرير والرصد اللي درنا في التقرير والتحليل اللي حاولنا من خلاله نستخرجوا هذه المعطيات، كيتلاحظ بانه اولا العبارات اللي فيها عندنا علاقه بالشباب والثقافه شبه مغيبه. عندنا بعض الاجراءات وبعض التعبير عن النوايا كما قلت سابقا. يعني عندنا كنقولوا مثلا بدعم مثلا المبدعين الشباب، مثلا بعض العبارات مثلا اللي كتلقى مثلا في برنامج حكومي، يعني تتكون عباره ولكن فضفاضه في واحد الاطار عام في برنامج حكومي كنقدموه باش يتم المصادقه عليه في البرنامج. ولكن كسياسه اللي عندها يعني اهداف واضحه وعندها واحد البرمجه زمنيه واضحه، اللي اولا كتلبي احتياجات ديال الشباب، لانه كنلاحظوا مثلا الى رجعنا مثلا للاستشارات العموميه اللي دار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمعطيات ديال اللقاءات والجلسات اللي دارت اللجنه الخاصه بالنموذج التنموي، كيبان بانه كاينه حاجه عند الشباب للثقافه. مثلا مثلا في الاستشارات العموميه اللي دار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كتوصل النسبه ديال الشباب، يعني نسبه الاولويه ديال الثقافه عند الشباب الى نسبه 50%. بمعنى كاين اليوم حاجه، كاين احتياجات عند الشباب، يعني كاين طلب، كاين طلب، ولكن العرض ما كاينش، او العرض يقدر كيكون ولكن لا يلبي لا الاحتياجات ولا التحولات اللي كاينه عند الشباب اليوم في المغرب. يعني باش الا بغينا نحطوا اصل شنو المشكل فين كاين، واش قلنا احنا سياسه عموميه فيهاش سياسه ثقافه موجهه للشباب. هاد السياسات العموميه هي نابعه على برامج ديال الاحزاب، يعني السياسه الحكوميه فيها عدد من الاحزاب. تلاحظوا حتى في البرامج الحزبيه جميع الاحزاب لا اليمين لا اليسار ما تتلقاش واحد، كاينه شعارات الاهتمام بالشباب والكوطة للشباب وهذا الشيء كله، ولكن في ارض الواقع ما تتلقاش واحد الاهتمام جدي بالشباب باش تندفع به ونجعله هو القاطره. وصحيح الطرح هذا. اولا اشكاليه الشباب هي اولا بالنسبه، واخا شويه غنخرجوا على الجانب الثقافي، ولكن هو الاطار العام اللي غيعطينا. بالعكس عنده علاقه، لانه باش نفهموا المشكل ديال السياسه الثقافيه خصنا اولا نفهموا المشكل ديال الشباب. وهنا هذا هو المساله اللي حاولنا نديروها في التقرير. وهنا في التقرير حاولنا في المحور الاول ديالو اننا نديروا واحد تشخيص عام حول الوضعيه الديموغرافيه ولا التحولات الكبرى اللي كيعرفها الشباب اليوم في المغرب. اللي كيتلاحظ بانه اولا اشكاليه الشباب ماشي هي اشكاليه ديال الاحزاب او ديال الدوله او ديال الحكومه او ديال المؤسسه. اشكاليه الشباب هي اشكاليه مجتمعيه خاصها تكون في صلب اهتمامات المجتمع. لان الاحزاب السياسيه والنقابات وحتى الحكومه هي افرازات ديال المجتمع. صحيح. افرازات ديال التحولات وتطورات المجتمع. هذا الحزب السياسي طبيعي خصو يعبر على واحد الفئه من المجتمع، سواء كان في اليمين او في اليسار ولا مع مختلف المرجعيه ديالو الفكريه والايديولوجيه. ثانيا هو انه المشكل اللي كاين في المغرب هو انه الشباب كيبقى اشكاليه ديال الشعارات، كنحملوا في واحد الفترات معينه الشباب 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 الشباب، ولكن على ارض الواقع ما كنلاحظوش على انه كاين واحد الاهتمام حقيقي بالشباب. النقطة الثالثة هو انه كيتلاحظ واحد المسألة، هو انه في المغرب فيما يتعلق بالشباب عندنا جوج قاطرات مختلفين في السرعة. كاينه واحد الإرادة ديال الدولة اللي كتبان مثلا في الخطابات الملكية
حول مثلا الى لاحظتي مثلا في الخطابات الملكيه كاين حضور قوي ديال الشباب. صحيح. كاين تركيز على الشباب، وضعيه الشباب، الاهتمام بقضايا الشباب، حتى بالنسبه للسياسه العموميه للشباب راه كانت حاضره في الخطابات الملكيه. ولكن كيتلاحظ على مستوى التنفيذ، على مستوى البرامج الحكوميه، على مستوى البرامج ديال الاحزاب، المجالس المنتخبه والجماعه الترابيه، كيتلاحظ هذا التغيير. هنا كيطرح سؤال اليوم، يا اما خصنا نختاروا حاجه واحده، يا اما نلقاو الاسئله ونحاولوا نلقاو الاجوبه الحقيقيه لاشكاليه الشباب. فين كاين الخلل؟ فين كاين الخلل؟ والخلل اليوم في المغرب كاين في خلل في مشكل ديال التاطير. خصنا نفكوا شحال عندنا من فئه ديال الشباب في المغرب. بعد اولا حاجه كاين واحد المشكل كيوقع لا اعلاميا لا عند الاحزاب، وان كاين واحد التعميم كنتكلموا على فئات الشباب، في حين على انه خصنا نتكلموا على فئات الشباب. بصح عندنا الشباب، عندنا في مجموعه عندنا يعني الشباب ديال الدار البيضاء، ماشي هو الشباب الهواميش، ماشي هو الشباب الشمال، حتى في داخل نفس المدينه، في الشباب ديال منطقه المعارف، ماشي هو الشباب ديال شباب مقصي، كاين مقصي، كاين شباب مهمش. عندك الشباب اللي هو منخرط في الاحزاب السياسيه وفي الجمعيات وفي النقابات، عندك الشباب اللي هو ماشي خارج التاطير، هو خارج المجتمع. بمعنى عندنا فئات شابه. سؤال، واش نهار اليوم الدوله كتستحضر هاد الاختلافات، لا المجاليه ولا الاجتماعيه ولا على مستوى العقليات داخل الحقل الشبابي؟ نهار نفهموا على انه عندنا فئات شابه وخص تكون عندنا استراتيجيه اللي هي وطنيه فيها سياسه عموميه واضحه كتحاول تلبي جميع هاد الاحتياجات ديال الفئات. نعم. الشابه في تقريركم شعلتوا البوله حمراء لو بغينا نقولوا حول واحد الفئه ديال الشباب المقصي، وهي فئه قلتوا في التقرير ديالكم هي واحد الشريحه عريضه ولكن مقصيه بحكم الهشاشه اللي تتعيشها، وبحكم ان لا الفاعل الجمعوي كيهتم بها، لا الفاعل السياسي، لا المجالس المنتخبه. في نظركم شنو هو الحل او الوصفه اللي تتبان لكم باش هذه الفئات هي نحاولوا ندمجوها في الحياه العامه، وهي راه فئه عريضه. صحيح صحيح. وهي ربما كيستغلوها المافيا ديال الحشيش، تتستغلها هادشي ديال الالتراس وهاد المسائل ديال يعني في هاد صحيح صحيح. هو انه الارقام والاحصائيات اللي قدم المركز في التقرير ديالو، وانا هي ماشي احصائيات اللي هي جديده، حنا حاولنا على ان نديروا واحد الجميع، ديروا واحد المجموعه ديال التقارير اللي هي كتصادر عن مؤسسات وطنيه. وهنا في هنا في كاين الاشكال في المغرب، وان هذه التقارير اللي كتصدر على مؤسسات وطنيه رسميه للاسف، هو ان الفاعل الترابي والفاعل الحكومي ما كياخذهاش بعين الاعتبار. مثلا الا كترجع مثلا الارقام والاحصائيات مثلا ديال المرصد الوطني للتنميه البشريه او المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي او حتى مثلا بالنسبه للمندوبيه الساميه للتخطيط، هذه كلها ارقام واحصائيات اللي كتدق ناقص الخطر. وحنا هنا ايضا في التقرير كندق ناقص الخطر، لاننا اليوم عندنا فئات عريضة من الشباب خارج المجتمع، خارج تأطير المجتمع. فين كاين الخلل؟ كاين الخلل هو أنه أنطلق من اللبنة الأولى اللي بدينا فيها النقاش، هو أنه ما عندناش سياسة عمومية خاصة بالشباب. باش الفاعل الترابي، الجماعة الترابية من 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 مقاطعات ومن مجالس العمالات ومجالس الجهات والغير ذلك دير سياسات جهوية اللي هي أو سياسات اللي هي محلية ترابية موجهه للشباب، اولا خصها تكون عندنا سياسه عموميه اللي يتم التنزيل ديالها على المستوى الترابي. الى 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 رجعنا شويه اللور، غنلاحظوا مثلا كاينه مثلا الاستراتيجيه الوطنيه اللي دارت مثلا حول الشباب، دارت فتره ديال عبد الاله بن كيران، فتره ديال حكومه عبد الاله بن كيران، دارت وما تمش التنزيل ديالها، بقات حبر على الورق. هنا كيطرح السؤال، واش حنا اليوم في المجتمع بغينا نخليو هاد الشباب خارج التاطير؟ الحل لا يملكه لا انا ولا 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 ولا, ولا الاخر، لان المجتمع المدني دوره هو انه اولا كيرصد وكيدير واحد التقييم وكيترافع، كيتحملوا المسؤوليه. صح، الجميع كيتحمل المسؤوليه، لان الشباب هو المستقبل. صحيح. وباننا لا هملنا هذه الفئه هذه، راه هي المستقبل. صحيح. بالنسبه للمجتمع المدني خصو يدق ناقص خطر، ولكن اللي في يده القرار السياسي والتدبيري هو المؤسسات الرسميه وخصوصا القطاعات الحكوميه. هنا حنا دورنا كمجتمع مدني كنطالبوا باقرار سياسات عموميه اولا اللي فيها واحد المجال كبير ديال تاطير الشباب. اولا تاطيره لا من خلال يعني توفير مناصب الشغل،
اولا تاطيره من خلال مجالات متعدده في التربيه والتكوين الثقافه الرياضه الفن الموسيقى، هذه كلها مجالات اللي ممكن على انه تخلي هذا الشباب مندمج في المجتمع. والاخطر من هذا هو انه كتخلي ان هذا الشباب ماشي في ايدي لا التيارات اللي هي سياسويه متطرفه او لا حتى بعض التوجهات اللي هي ربما كتكون اجراميه ومنحرفه. هنا اللي كاين المشكل في المغرب هو انه كتلقى هذه الفئات الشابه عندها جوج طرق، يا اما تطرف ديني يا اما كيولي تطرف مجتمعي وكتحول الى اجرام. لذلك يعني الاليه المناسبه هو ادماج ووضع مقاربه ادماجيه لهذا الشباب داخل المجتمع من خلال اجراءات اللي هي ملموسه ما تبقاش حبر على ورق. واعتقد بانه من الادوار الاساسيه اللي ممكن يدير المجتمع المدني هو انه يقترح ويحاول ترافع، وهذا هو العمل اللي حنا كنحاولوا نديروا من خلال التقرير. وهذه هي يعني من بين التوصيات اللي خرج بها التقرير. وهذا هو السؤال الاخير ديالنا، شنو هي ابرز التوصيات اللي صدرت في هذا التقرير؟ اولا على مستوى التوصيات واللي هي نقدر نقولوا هي الاهم والمهم في التقرير، اولا درنا توصيات اللي هي موضوعاتيه. توصيات على المستوى الوطني الجهوي المستوى الحقوقي والتشريعي المستوى الاعلام والتربيه والتكوين الى غير ذلك. ابرز التوصيات نقدر نعطيك 4 أو 5 توصيات بشكل عام. التوصيه الاولى هو انه اليوم من الضروري اعاده هيكله قطاع الثقافه، اولا بما يتماشى مع ضروره وضع سياسه وطنيه واضحه في المجال الثقافي. ما يمكنش اليوم نشالوا بمقاربه اللي هي كلاسيكيه في العمل ديال قطاع الثقافه. من التوصيات الثانيه هو انه من الضروري على انه ترصد ميزانيات مهمه بالنسبه للمجالس الجهات من اجل فتح هذا الورش ديال ادماج الشباب من خلال درج الشباب في المجتمع من خلال الثقافه. ايضا من التوصيات اللي هي اساسيه هو انه من الضروري ايضا اليوم لانه نقدموا عرض ثقافي جديد. العروض الثقافيه اللي كاينه الان هي عروض ثقافيه كلاسيكيه ديال المركبات الثقافيه ديال دور الشباب هي تقليديه، اليوم محتاجين الى عرض ثقافي رقمي، لانه اللي كيتلاحظ بانه مني كدير واحد العمليه تشخيص ديال الاحتياجات وديال تطلعات الشباب هو انه دائما مرتبطه بالعالم الرقمي. لذلك من اليوم ضروري انه من التوصيات اللي كيطرح المركز وضع وتقديم واحد العرض الثقافي لرقمي. من التوصيات ايضا اللي هي اساسيه وغادي نختم بها هو ضروره ان يكون الاعلام لا الوطني ولا الجهوي والمكتوب والمسموع والمرئي والبصري دور اساسي في ارجاع القيمه الحقيقيه للثقافه على اساس انها هي المبتدا والمنتهى. الانسان الفرد ما يمكن يعيش الا بوجود الثقافه في حياته، وهذا هو الدور والرساله اللي خاص يلعب الاعلام اليوم على المستوى الوطني. سي حسام هاب نائب رئيس المركز المغربي للشباب والتحول الديمقراطيه، شكرا جزيلا. شكرا. باسمكم مشاهدينا الكرام نشكر الضيف الكريم والى اللقاء في حلقه قادمه.